كلكم تعرفون الفنانة مشاعل، صاحبة الروح الحلوة والأغنية الجميلة، لكن ما حد فيكم يعرف قصتها مع مرض التصلب اللويحي من 17 سنة. هو كانت الأعراض قاعدة تجيني تقريباً 2006-2007، ما كنت عارفة إيش وين المفروض أني أنا أروح أي دكتور، بس أنه كنت أحس مخي لما أجي أقعد مثلاً أكون نايمة وأجي أقوم، كنت أحس مخي كأنه بموية، لدرجة أني قلت يمكن أبني الوسطى أو شيء. رحت عند دكتور ما فيها أي شيء، فيمكن أتوقع أنه هذا كان من أوائل الأعراض، أنه أنا ما في توازن عندي. بعدها يعني بكم سنة صار يجيني في مناطق يعني صغيرة مو كبيرة، يعني على شكل يعني مو شكل حتى، يعني الإحساس في منطقة دائرية مثلاً في إيدي في رجلي، لا هي باردة لا هي حارة، ما هو مفهوم الإحساس إيش اللي أنا قاعدة أحسه. المرض بعادته شيء مخيف، يا ترى كيف تلقت مشاعل خبر مرضها؟ جاء الدكتور قال لي عن أني أنا مريضة التصلب، كان سؤالي أنا بموت يعني وش لأني أنا شايفة بالأشعة اللي هو، لأنه أنا التصلب عندي بالنخاع الشوكي، فشايفة الأشعة اللي هي دوائر بيضة بالمخ، فماني عارفة هل هو كانسر هل هو إيش. قلت له بموت، قلت لا تصلب ما يموت. قلت أوكي طيب أنت ليش ليه مخوفيني؟ لسان حال عصام ومشاعل، كل يقول للثاني أحبك حب ورب البيت، حلفت وربي يسمعنا واثق أنك تحبني، تموت وتعرف أخباري. أول شيء تأثر جداً عصام، لدرجة أنه أنا للأمانة بهذه اللحظة تأكدت شو مدى عصام يحبني. رغم خطورة العمليات اللي أجرتها لا زالت تقول إي هنا أنا أقدر. أوقات كثير أتعب يعني، أو تتشنج اليد أو تتشنج العضلات، عاملة عمليات باي ذا واي عشان ينفك الأربطة، عملتها بخالد لما كنت حامل بخالد، أوكي أنا أقدر. وأنا ترى ملهوف حيل صوب بسيل غالية حبايبي ما هم قليل، بس البلا في العافية والعافية شوف الجميل، وينك بشوفك ثانية. لقناة MBC محمد الصادق الرياض.